استاذ احمد السيد، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك يا استاذ عبد الناصر، برحب بيك وبرحب بكل متابعينك في كل مكان. طيب نبدأ معاك من الموضوع. محمد ابراهيم، الاستاذ علاء مصمم على انفراده ان محمد ابراهيم وقع، ابراهيم فايق الموقعش، الاستاذ ابو المعاطي الوقع ولكن لم يتم اتفاق مع مصر المقصه، هل لديك اي معلومات؟ يعني سواء وقع او ما وقعش، لكن خلينا نقول في الاخر ما هو وارد جدا استاذ عبد الناصر، الناس تاني يتفق مع اللاعب مع وكيله يمضي رغبه، كل دي امور بتتم امور وارده، ولكن في الاخر لن يتم تفعيلها الا بموافقه اللاعب وموافقه وكيله وموافقه ناديه، لان كلنا نعلم ان محمد ابراهيم هو ملك مصر المقصه في الوقت الحالي. فعلشان يعني نلخص الصوره للناس اللي بتتابعك دايما في كل مكان، الاهلي في كلام كبير مع محمد ابراهيم واللاعب مرحب بالشده للتواجد في النادي الاهلي وماضي رغبه بده نفس الصوره وكيل اعماله. مصر المقاصه مرحب بشده جدا ايضا في تواجد محمد ابراهيم يعني في النادي الاهلي مصر والقاف، خصوصا العلاقات الطيبه اللي تجمع ما بين كابتن محمود الخطيب واللي هو محمد عبد السلام، ولكن لسه لم يتم حسم المقابل المادي اللي ربما الفتره اللي جايه دي يبقى فيه يعني تفاوض ما بين الكابتن محمود الخطيب واللي هو محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصه للاتفاق على المقابل المادي، واللي ربما يكون فيه برضه يعني بس مش مقابل مادي، ممكن احد اللعيبه يدخل في اللعيبه النادي الاهلي يدخل كاعاره بجانب يعني مبلغ مالي، كل دي امور تفاوضيه يتم حسمها الفتره القادمه. لكن ما نقدرش نقول بشكل قاطع محمد ابراهيم لاعبا في نادي مصر القادم طالما ان نادي الاهلي رسميا لم يعلن. في نفس الوقت فريق مصر المقاصه اعلن منذ يعني ساعات ان محمد ابراهيم موجود في فريق مصر المقاصه وان ما فيش تفاوض رسمي واضح مع النادي الاهلي، لكن احنا من الكواليس اللاعب يبدي رغبه شديده في التواجد داخل النادي الاهلي، في اكثر من نادي بيفاوض، بيراميدز داخل في الصفقه بقوه، في انديه كثيره بتتكلم مع اللاعب، لكن هو محمد ابراهيم عايز يكون موجود في النادي الاهلي، ولكن رسميا الصفقه لم تتم حتى هذه اللحظه. زي ما انا بقول لحضرتك يمكن يكون الاهلي اتفق، الاهلي اتفق. اللاعب يعني الموافق دي موافقه للنادي الاهلي، ممكن يكون ماضي على رغبه، ولا كل دي امور وارده، لكن في الاخر التوقيع الرسمي ده اللي احنا هننتظره خلال الايام القادمه. طيب ده يعني كده يظل علاء يتحدى الجميع بانفراده، يعني انت ما اديتناش عقد نافع، يعني انت كده كالعاده مسكت العصايه من النص. ماشي ماشي، علاء بيتحدى الجميع، عنده معلومات وهننتظر بقى مين اللي هيكسب الرهان. وليد على فكره وليد، انا مش ضد علاء، انا مع علاء على فكره، لكن انا ده الكلام اللي الكابتن سيد عبد الحفيظ قاله، وانا طالما الاهلي لم يعلن رسميا يبقى الصفقه لم تتم. ماشي، ما احنا عارفين، ما احنا عايزين المعلومات اللي قبل الاعلان الرسمي، ما احنا بعد الاعلان الرسمي. لا اللي قبل الاعلان الرسمي ده انا بتكلم فيه، هو معاك دلوقتي على الهواء كلام علاء، ده الاهلي متفق مع اللاعب وفي اتفاق كمان خلينا نقول تفاوش مع مسؤولين مصر المقاصه، ولكن الفاكسات والامور الرسميه دي اللي هتتم الفتره اللي جايه. طيب ده تصريحات وليد هويدي يا جماعه، اهو وليد هويدي مدير الكرة في مصر المقصة منذ قليل، اهو برضه هنقولها عشان الملف ده نقفله حتى نهاية اللقاء امام الاهلي، لا جديد في امر محمد ابراهيم. هل هناك تواصل؟ نعم حدث تواصل ولكن بصورة غير مباشرة، والامر لا يزال محل دراسة ولم يتم فتح الموضوع بشكل رسمي حتى الان، وبالنسبة لي شخصيا لم يحدث اي تواصل معي من ناحية بيراميدز. هذا وليد هويدي حرفيا ما قاله، وده الكلام الرسمي، وده اللي احنا برضه الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره في النادي الاهلي قاله لنا، ان محمد ابراهيم من ضمن اللعيبه المهتمه بيه في النادي الاهلي، لجنه التخطيط معجبه باداء اللاعب جدا، مستر فايلر كمان معجب بيه، يمكن من نجوم الدوري الممتاز بعد التوقف او بعد العوده من التوقف بسبب فيروس كورونا، وبشكل كبير موافق، خلينا نقول واداره نادي مصر المقاصه موافقه، لكن بتبقى تفاصيل ماديه، المبلغ فاينل بشكل نهائي كام، زي ما انا بقول لك ممكن يكون مع المقابل المادي في لاعب يدخل اعاره مصر المقاصه، في بعض التفاصيل كده يتم حسمها الفتره القادمه علشان يتم الاعلان الرسمي. طيب سيف زاهر برضه يا جماعه، عشان بابا ما فيش حاجه ما جبتها لكمش، سيف زاهر اهو
كتب يقول: محمد إبراهيم لديه أرضان من أندية مصرية، أحدهما من بيراميدز والآخر من الأهلي، ولم يوقع على أي رغبة لأي من الفريقين. اليوم تلقى محمد إبراهيم عرضا من نادي التعاون السعودي بواسطة مصطفى محمد لاعب التعاون السابق والزمالك الحالي. خلينا برضو نوضح زي عبد الناصر، حتى لو اللاعب ماضي رغبه فهي بس بتدي كده زي حسن نيه للتفاوض، لكن في الاخر لا قيمه لها، لان اللاعب مش لاعب، مش هو مرتبط بعفاريه مصر المقاصه، وبالتالي اي نادي لما يحصل الصفقه هيبقى من خلال مصر المقاصه، عشان بس الامور تكون محسومه. فلازم موافقه النادي، موافقه اللاعب، الامور التفاوضيه تمشي في النادي. فحتى هذه اللحظه الاهلي لم يعلن رسميا عن الصفقه بشكل كبير. اللاعب موافق، النادي موافق، مصر المقاصه موافقه، بس باقي بعض الامور التفاوضيه. وارد حاجات تتغير، ده وارد، لكن حتى كلامنا ده اللاعب بيقرب كتير قوي للنادي الاهلي. طيب ده كلام مهم جدا يا استاذ احمد. يبقى اذا الاهلي ما زال مصمم على انه فاتح الحوار ال بيراميدز، وليد هويدي قفل الباب، المجرد كلام، كلام جديد جدا على لسان سيف زاهر على صفحته الشخصية، ان الحدوتة دخل فيها التعاون السعودي. انا المعلومات اللي عندي ان فعلا في نادي سعودي في الموضوع، ولكن لست متأكدا اذا كان التعاون او غيره، بس كان تبقى الامور واضحة. ولكن علاء حمام مصمم إنه هو يتحدى الجميع، وعلى علاء حمام أن يتحمل مسؤولية تحديه. وهنشوف، والأيام بيننا. الكابتن سيد عبد الحفيظ قال: عمرك ما تلاقي مسؤول في الأهلي كل شوية يقول لك أنا خدت دوري وكأس سوبر وبطولة أفريقيا، إحنا بنخلص احتفالات بعد البطولة بكام يوم ونركز في غيرها. ده ردا على ما يقال في الطرف الآخر. ده تصريح للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي. أحمد، أهو تصريح، تعليقك. طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ اتكلم وتحدث في قناه النادي الاهلي خلال الساعات الماضيه، يمكن حتى وصف نفسه ان هو اللي بينافس النادي الاهلي على البطولات، اتكلم على مقومات النادي اللي بيفوز بالبطولات، نادي يكون عنده تاريخ، نادي يكون عنده مقومات من جهاز فني، من لاعبين، من مجلس اداره محترم، نادي يكون عنده جماهير تدعمه، نادي يكون عنده حاله من الاستقرار والقيمه وثبات انفعالي، ان يكون داخل المباريات بمنتهى القوه ينافس على كل البطولات اللي بيشارك فيها. دي مقومات البطل اللي بياخد البطولات. اتكلم على ان الدوري المصري يعني بقى شيء طبيعي بالنسبه للنادي الاهلي، وان الحلم فيه الفتره القادمه هو التتويج ببطوله افريقيا. وطبعا ما ننساش مؤمن زكريا برضه عمل مداخله مهمه جدا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، يعني بارك للنادي الاهلي وقال له انا على عهد معاك يا كابتن، والكابتن سيد قال له التيشيرت بتاعك محجوز، ترجع بسلامه باذن الله. ويعني كلنا قلنا دوري مؤمن زكريا، بنتمنى له يا رب ربنا يشفيه ويعافيه. طيب ما هي لديك اخبار الاهلي يا سيد احمد؟ كلنا نعلم طبعا الاهلي كان راحه، يمكن في خلال الراحه دي يستعد او يستعد ان هيستانس تدريباته خلال الساعات القادمه للاطار مصر، ولكن يعني البعض خرج ببعض التصريحات الاعلاميه في الفتره الساعات الماضيه. طبعا كان علي صوتك يا احمد، علي صوتك والنبي يا احمد، بيروح ويجي صوتك. طيب حاضر كده، سامعني كويس؟ كده كويس. يمكن حسين الشحات تحدث منذ ساعات واتكلم برضو عن سعادته وفرحته بتأجيل لقاءه قبل النهائي من البطولة الأفريقية، وقال إن ده فرصة مناسبة إنه يقدر يرجع ويشارك ويكون أكثر جاهزية للمشاركة في المباراتين، مباراتين دور قبل النهائي. في نفس الوقت يمكن الأهلي كمان رامي ربيعة اتكلم، خلينا نقول لك سريع عن بعض التصريحات. رامي ربيعة اتكلم عن سعادته بالتتويج ببطولة الدوري العام، لكن قال إن الفرحة لسه منقوصة لأن لازم الفوز بالبطولة الأفريقية هذا الموسم، وده نفس الكلام اللي أكده أحمد الشيخ اللي قال خلاص حسينا بفرحة الدوري وكأنها فرحة عادية، لأن إحنا منتظرين التتويج ببطولة الدوري العام هذا البطولة الأفريقية هذا الموسم. يعني يمكن أيضا حسين الشحات لما سئل عن موضوع يعني المقارنة ما بينه وما بين رمضان صبحي، هو ضحى بالفلوس علشان يبقى موجود في الأهلي، رمضان صبحي يعني ضحى بالأهلي واختار الفلوس،
هل ما بيرفض المقارنه دي وانه ما بيحبش يتكلم عن زميل ايا كان، فكل لاعب بيختار يعني مستقبله وهو اللي عليه يحدد مستقبله في الاخر ولا يتحمل عقبات ده. برضه سامي قمصان مدرب عام النادي الاهلي كان ليه تصريحات مهمه جدا واتكلم عن تعجبه من بعض السخافات اللي الناس بتفرضها من بطوله الدوري العام بطوله سهله، وان ما كانش فيه، قال بالعكس البطوله دايما بتبقى بطوله النفس الطويل ودايما من البدايه للنهايه. لو قارنا النادي الاهلي منذ اول اسبوع حتى يعني قبل البطوله ونهايتها بستة اسابيع، الاهلي على طول مصدر اكثر رصيد من الاهداف، اقل عدد دخول اهداف في مرماه، اكثر يعني كل الارقام بتؤكد ان الاهلي الاحق بالدوري، ده معناه قوه النادي الاهلي. في نفس الوقت اتكلم ان مستر كويس جدا، راجل بيحب يعالج الاخطاء، قريب من اللعيبه، هادي الطباع، متزن جدا. ارضه برضو اكد ان الفار كمان ساعد بشكل كبير ان يكون في عداله ما بين الفرق رغم ان بعض المشاكل اللي بتقابلها. في نفس الوقت اتكلم عن صالح موجود في الفريق وبيأدي بشكل كويس، ومع نهايه الموسم هيكون في تقييم لكل الاوضاع سواء للعيبه للجهاز الفني، ده امر طبيعي يعني. طيب الاهلي هيلعب امتى؟ طبعا لقاء الاهلي القادم هيبقى يوم الاربعاء مع فريق ومن معلوماتنا حتى ان برضه هيكون يعني في استقرار بشكل كبير على نفس قوام الفريق. ممكن مستر فايلر يبدا يستخدم يعني بعض اللعيبه الصاعدين، يبدا يدعم ببعض اللعيبه الصاعدين، ولكن هو التفكير بشكل اساسي ان الاهلي نفس القوام، يكون المباريات المتبقيه اعداد المتفرقيه. الاهلي عنده الاربع مباراه مصر اف سي مصر، بعد كده لحد مباراه طنطا، بعد كده الاربع اللي بعده مباراه في الكاس ضد ترسانه 30 ستة، بعد كده عنده حد اربعه قوه الاهلي، بعد كده ام بي، بعد كده بيراميدز، وبعد كده المباريات الافريقيه الدور قبل النهائي. فالاهلي مركز بشكل كبير في المباريات المتبقيه انها تبقى استعداد كويس جدا للبطوله الافريقيه. برضه طالما اتكلمنا عن مؤمن زكريا، خلينا نقول برضه تصريحات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، واللي اشاد ب يعني اخلاقيات مجلس اداره النادي الاهلي وسلوك النادي الاهلي في دعم مؤمن زكريا، وقال احنا بنسنده كوزاره وهيكون في دعم مالي في الفتره القادمه، واحنا بندعمه وعلى طول بنساند النادي الاهلي في كل الاجراءات اللي بيعملها. طيب عندك اي اخبار اخرى في الاهلي؟ برضه خلال ساعات الاهلي هيعمل تحاليل فيروس كورونا قبل لقاء مصر طبعا مع استئناف التدريبات خلال الساعات القادمه واستعدادا لمباراه اف سي مصر. اتقال برضه يا استاذ عبد الناصر خبر كده ان فايلر جاله عرض مغري من السعوديه مقابل 6 مليون دولار على موسمين. الاخبار دي بنسمعها كتير، ومش عيب ان فايلر يجي له عرض من السعوديه ولا من الامارات ولا من البحرين، ده راجل مدير فني للنادي الاهلي، فده يعني اقل ما يوصف، هيجي له عروض كتيره. لكن في النهاية احنا اتكلمنا وقلنا فايلر بطل في النادي الاهلي يجدد تعاقده الموسم القادم، مع نهاية الموسم زي ما هو قال هيبدأ يوقف نفسه او يقف مع نفسه، يبدأ يشوف الصفقات الامور ويبدأ تقييم الاوضاع، ده امر واضح جدا في كل الاطراف. برضو الاهلي بيتحرك للصفقات علشان الناس اللي بتتابعنا، وابتدى النادي الاهلي يستخدم جيرالدو، وده الجديد يا استاذ عبد الناصر، ان الاهلي ابتدى يستخدم جيرالدو ك يعني امر ايجابي في اتمام بعض الصفقات. يعني الناس اللي بتتكلم على بدر بانون طبعا المدافع الدولي، ان احنا بنتكلم ان النادي الاهلي عايز يقرب من الرجاء المغربي في الصفقه، فابتدى يخش جيرالدو كاحد الحلول في اتمام الصفقه، فده امر ايجابي جدا لان احنا كلنا نعلم جيرالدو بنسبه كبيره يعني ده اخر موسم ليه مع النادي الاهلي، فالاهلي بيحاول من بدري يبدا يعمل عمليه تسويق ليه، حتى لو مش هيقدر يبيعه بشكل نهائي يقدر يستخدمه في اتمام صفقه زي بدر بانون زي البلايلي، كل دي امور وارده جدا برضه. ومهم برضه نوضح موقف وليد ازارو، لان هو كان من المفترض يرجع خلال الساعات الماضيه، نوضح للناس وليد اتاخر بسبب توقف بعض الطيران ما بين مصر والمغرب بسبب فيروس كورونا. كابتن سيد عبد الحفيظ قال لنا ان يعني خلال الساعات القادمه بيحاولوا يتم انهاء بعض الاجراءات وهيكون موجود في مصر في اقرب وقت علشان ينتظم في التدريبات. طبعا بعض التقارير المغربيه اتكلمت النهارده عن ان في عرض اماراتي جاي لوليد ازارو والنادي بيعه، كل دي تقارير صحفيه، لكن مع عوده وليد ازارو هيبدا يتم التفاوض معاه تجديد تعاقده. لو عنده عرض مغري من دلوقتي ممكن يكون التفكير في رحيله، لو ما فيش عرض مغري يبقى التجديد في الابقاء عليه حتى لو هيخرج اعاره مع نهايه الموسم، كل دي امور وارده. لكن الاهلي
عنده 6 لاعبين اجانب وبيفكر بتدعيم اجانب كتيره، وبالتالي في لعيبه ممكن ترحل زي ما احنا قلنا جيرالدو والماتي ثانيا سواء ازارو او جونيور اجاييه. التقييم هيتم كمان لحد نهايه الموسم. طيب عندنا كمان باهر المحمدي أجرى عملية بقطع الغضروف الداخلي بالركبة منذ ساعات، وهيغيب 8 أسابيع للعودة للملاعب. مليون سلامة لباهر المحمدي، قطع في غضروف الركبة. أي لاعب بيكتر عليه الكلام العين ما بتسيبهوش. باهر ربنا المحمدي يشفيه، صح، ربنا يشفيه ويعافيه، يا رب ويرجع احسن من الاول. والناس اللي بتتكلم ان الاهلي يصرف النظر عن باهر المحمدي بعد الاصابه، لا، ولا الاهلي صرف النظر عنه قبل الاصابه، يعني عشان بس برضه الامور تكون واضحه. يعني طيب كمان عندنا، شكرا جزيلا ابو حميد، عندك اي اخبار تاني في الاهلي؟ يمكن في بعض التقارير النهارده اتكلمت عن يعني سوق جزائيه، عن يعني ان البلايل بيقترب من النادي الاهلي، وان في اتصالات، وان جمال بالماضي طبعا نجم الجزائر ومدرب المنتخب الجزائري كان بيرشح له ان هو يكون موجود في النادي الاهلي، لكن احنا معلوماتنا ان خلاص اهلي جده السعودي صرف النظر عن الاتفاق على اللاعب، والبلايل بقى بيشوف العروض الماليه الاكثر او المغريه دي سواء في النادي الاهلي او في اكثر من نادي لحسمها خلال الفتره القادمه. برضه الوداد المغربي منافس الاهلي في البطوله الافريقيه، خلينا نقول ان هو فاز فوز صعب جدا بهدفين مقابل هدف في الدوري العام، هو بيتصدر مؤقتا طبعا الدوري العام، لكن الوداد برضه في الدوري بيعاني طبعا بعد العوده من فيروس كورونا، فتوقف الدوري او تاجيل البطوله الافريقيه انا شايف امر مميز يعالج اخطائه قبل البطوله الافريقيه، هذا ما نتمناه. شكرا يا استاذ احمد، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا استاذ عبد المنصور.